هنجيلك لمنطقة يمكن حصل عليها كلام برضو، فكرة ان انتي رحت الحج مرتين لبستي طرحة طرحة الحجاب الحجاب مرة 10 أيام ومرة سنتين. يعني بعد ما رجعت في 2008 من الحج، بما ان يعني كنت في الحج يعني بتاع 10 أيام كده وخلاص قلعت الحجاب. وفي الحج التاني في 2014 ما قلعتش الحجاب، قلت هفضل بيه، فقعدت بيه سنتين. فأنا مش عايزة أقول المقولة اللي قلتها قبل كده، لأن الدنيا برضو اتقلبت عليا ومش هتكلم فيها، لأن الناس ما صدقت نسيت. فأنا كنت بتكلم كلمة عفوية، يعني ما أقصدش بيها أي حاجة بالمرة. أنت لما تلبسي توكة أو تحطي بنسة في شعرك أو الصداع كده، بيجي الصداع. بس هي الحكاية كلها. فأنا انت خلعتيه لسبب صحي يعني. ما بس الناس ما بتعترفش بكده. لا 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 لا، سيبك من أنا الناس نار جهنم وبئس المصير. لا لا، هو اللي انت بتهاجم لدرجاتي ما ممكن بتحترمش اي ممكن حالة. تبكي بسبب كلمات قاسية بتتقالك جدا يعني ممكن يعني تقعدي تقفلي على نفسك باب أوضة انا وتعيطي عشان بعيط. حد انا 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 مر يعني ممكن ماشيه بالعربيه، ما اقصدش ان انا اخبط حد يعني، او اخبط يعني قريب مثلا الموتوسيكل هو راكن غلط، هو واقف غلط والحته كده صغيره قوي، فخبطت في سنه، فشتمني شتيمه بشعه. قلت له كتر خيرك، وعيط. بس مشيت بقى. انا هعيط دلوقتي لو انا كملت. لقيت نفسي عارفه اللي هو جبر الخواطر وكده، وتلاقي نفسك ايه، انا اتشتمت كده، انا عملت ايه؟ فقعدت اعيط اعيط اعيط، ركنت العربيه على جنب واطلع عشان هيجرى لي حاجه، لاني اولا ما ردتش عليه، تاني حاجه قلت له كتر خيرك يا ابني، ومن دور ولادي، وصعبت عليا نفسي ان الالفاظ دي كلها تتقال لي وانا ما عملتش حاجه، وهو الواقف غلط. عشان كده قسي من ده كتير. الكلمة، انا من كده الناس الكلمة سرقت. تنتبه للكلمة اللي بتقولها، لأن الكلمة دي ممكن تجرح وممكن تعمل مشكلة كبيرة، والسيئات بتاعت الكلمة دي للشخص ده دايما اكيد مش ليكي. يعني انت خدتي حسنات، هو خد السيئات. بس اكيد لما الاقي حد مثلا بيشتم شتيمه، يعني مش شتيمه، يقول حاجات كده مش بتاعتي، انا علاقتي بيني وبين ربنا الحمد لله كريمه جدا، ولا وربنا سترني في الدنيا وفي الاخره، يا رب وسترني دايما. في تربيه ابني، والحمد لله انا مستوره وعايشه متسامحه مع نفسي وراضيه كل الرضا وحمده وشكر ربنا على كل شيء. فده في حد ذاته رضا من عند ربنا. انا متخيله. يعني عارفه من حب الله حب في خلو، الحمد لله كل الناس بتحبني، بس لما اجي الاقي كده اي جمله او حاجه، مع اني انا بحبهم هم بيحبوني، فببقى مستغربه يعني انت ازاي بتحبيني أخدتي وقت وبتشتمي ده، طويل عبال ما عديتي بالمرحلة بتاعت الناس وما بفتحش الصفحه دي عشان ما اقراش حاجات تضايقني. يعني لدرجات في انك ناس بتدافع عني تتأثري كتير طبعا. جدا جدا، بس في ناس فظيعه، يعني زي الحالة اللي احنا فيها دلوقتي، الموضوع اللي احنا فيه، اللي احنا عن شيرين كمطربة جميلة، حبيبتي ناس كتير بتحبها ومتعاطفة معاها، وناس مش متعاطفة معاها، سيبوها في حالها ايوه، كفاية ولا فيه، تنتقد ولا تعاتب ولا ولا تجرح تعد ولا كيف هي تحاكم زي ولا أي مريض تشمت. ينفع، يعني مريض كلنا تتظبط ممكن يعني يحصل لنا ابن، كلنا الابتلاء ورد ده. علينا ده وكلنا حصل لنا انك انت تحبي بني ادم وتنهاري، بس كل واحد بينهار بطريقته، بطريقته في اللي بينهار بطريقه ان هو بيضيع نفسه تماما، وفي اللي بينهار وبيقف على رجله تاني ويعدي الحكايه ويمشي في طريقه. لكن هنيجي نقول هي كبيره وهي فاهمه بتعمل ايه، لا هي غصب عن دي مطربه كلها احاسيس حساسة ومشاعر، طبعا. حساسه ومشاعرها اكتر كتير من اي بني ادم عادي.